مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. أما تستحي من الله عز وجل أن تنام كل الليل ولا تقوم لله عز وجل ولو بقليل من الليل، وقد أنعم الله عليك وعافاك وأمنك وفرغك أيضا من الأشرار، فلماذا لا تشكر الله عز وجل على هذه النعمة؟ نعم، تستغل هذه الفرص العظيمة من عمرك. الإنسان إذا ما اجتهد في وقت شبابه ونشاطه فإنه يعجز في شيخوخته وكبره ومرضه، فيبادر الإنسان شبابه وقوته قبل أن يعجز، قبل أن يعجز في آخر حياته وآخر عمره. نعم، تهدف شبابك قبل عرضك وصحتك قبل مرضك.